محمد سعيد القبيسي، مستشار مؤسسة زاد الأعمال الخيرية والإنسانية. تأتي اليوم مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإعلام بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمنة، وبتعليمات من سعادة محمد عتيق الفلاحي مدير عام المؤسسة. الكونغرس العالمي اليوم هذا حدث كبير، قاعدين نشوفه اليوم ونشوف عدد المشاركين من مؤسسات ومن جمهور ومن جميع أنحاء العالم جاي في هذا الحدث. تأتي مشاركتنا اليوم نحن لإبراز دور المؤسسة من مشاريع وبرامج وصلنا فيها لأكثر من 186 دولة، ولازلنا نضع في خططنا الاستراتيجية أن نحن نوصل أيضا لدول جديدة ونوصل لمجتمعات أيضا جديدة محتاجة إلى المساعدة. بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم أطلقنا منصة تطوع في مؤسسة زايد اللي يتيح للمواطنين والمقيمين ممن تعدوا 18 عام أنهم يشاركون المؤسسة في مبادراتها في برامجها وأيضا في مشاريعها داخل الدولة وخارج الدولة.